بلا مسخرة، أنا كل هالحكي الفاضي ما بيخرف مشتي، عم لك ها؟ تاني مرة ما تحكي معي هيك حكي، عم فهمك، أيوه. شو بكون؟ على شو عم تتناقروا هلا؟ لما رجال بتكون عم تاكل هوا تحكي النسوان بتنقبر بتسكت. أنا رجال ولا؟ أنا عم آكل هوا؟ ليش هيك عم تحكي مع بنتي كوثر؟ ما بسمح لك، ما بسمح لك، ولا تفكر تطلع بالعالي، ما بسمح لك ولك. أنا فردوس كرعوبة ولك ها؟ ماما، مني ليش قصدي بالطفل؟ أيوه، سمعانة يا داخل بين البصلة وقشرتها. ماشي. لفرجيكم فوق مو مقعدتكم ببيتي، قاعدين بحضني وعم تنتفوا بداني. في مرت عمي، نحن ما لنا قاعدين هون برضاتنا، نحن قاعدين هون غصبا عننا، وفي عنا بيت نروح عليه، روحي طبي اغراضك. فرار، طول بالك. مالك سمعاني هالحكي الفاضي، اسا كل ما دق الكوز بالجرة، قاعدين بحضني وعم تنتفوا بداني. روحي طبي اغراضك. ماما، احكي لك كلمة. لك بده يروح يروح، بده 60 جنم. يعني فوت طبي اغراضي؟ ان شاء الله راح مع جوزي. جوزي ماما. لا اذا كان جوزك تسمعي له شو ما قال شو ما عدي. روحي ضبي اغراضك. ما في روح، عادي. روحي ضبي اغراضك عادي. لك روحي ضبي اغراضك، راح اعد لثلاثة، اذا ما كنتي رايحة ضبي اغراضك بروح لحالي. واحد اثنين ونص، اثنين ونص وشوي. شوفي كوثر، اذا امك بتوعدني مرة تانية ما تحكي بهالموضوع انا بضل. ما بوعدك. لك انا روحي ضبي اغراضك عادي. روحي عادي. روحي. رح اكمل عد. وين وصلنا بالعد ذكريني؟ ما بعرف وين وصلنا بالعد مرت عمي ذكريني. اثنين ونص وشوي. اثنين ونص وشوي ونتفق. اثنين ونص وشوي ونتفتين. اثنين ونص وشوي ونتفق ونتفتين وثلاث نتف. وين وصلنا؟ ثلاث نتف. اثنين ونص وشوي ونتفق ونتفتين وثلاث نتف واربع نتف. ثلاثة الا ثلاثة. ثلاثة إلا اثنين. ثلاثة إلا واحد. ثلاثة إلا صفر فاصلة تسعة. ثلاثة إلا صفر فاصلة ثمانية. رح أوصل للباب. خلصنا بقى فرج، يا روح يا نقلع. يا بروح يا بنقلع. لا بنقلع أحسن. أمك قلعتني. واحد اثنين ثلاثة خاطركم. فرج يا أمي راح فرج. أينو حدو 60 جهنة. حدي 60 جهنم. أنا غلطة. أنا ليش تسرعت وقلت ثلاثة؟ ما كان لازم أقول. كوثر خلصينا ساعة لتلبسي. جاهز محروق؟ جاهز مدام. خلينا نلحق الموعد. رنديفو؟ لك أنو رنديفو أنت الثاني؟ رايحين على دكتور أسنان. دكتور أسنان؟ دكتور بيطري؟ ما بيهم المدام، المهم يكون ابن حلال. شوي ستر على الست بهالأيام هي. بس عطي بالك مدام ها؟ يكون داخل على طمعات، ما عاد حدا يتأمن فيه بهالأيام النظرة. سد حلقك أحسن ما أشمط لك يا من مطرحه. تشمطي؟ لسانك. بدي خيط لك يا لتمك، كم مرة قلت لك بس تكون المدام هون بتسكر تمك وما بتفتحه بلا بحرف. شلون؟ شو غلطنا بحق المدام؟ المدام رايحة تقلع ضرسها مو رايحة. لك يخرب بيتك شو نيتك عاطلي. خلصيني تأخرت على موعدي أنا. بعدي. أنت محروس. سابق بعدين أنت. قلت شمط لي إياه. أبوك يا شمط. أبو كيروس. يا أبو كيروس. فوت اعمل لي قهوة. ابو على طربوش ابو كيروسي ابو ياسر. ابو ياسر؟ هيك عم تقول احاف من غير شيء؟ هلا شو بدي بهر لك اياها يعني؟ يعني حط لك فليفلة معها؟ والله بتصير بتنط ما بتحط. عم ضحكك ما هيك؟ شو بنا ابو ياسر؟ شو بنا؟ لك لسه بيقول احاف؟ لعمة بعيونك. يا سيدي ابو بطيخ ابو ياسر افندي اعطينا لك معها افندي. انبسطوا؟ افندي هي بتقولها لواحد موظف مو لي. أنا من مليونيرية البلد مو من جماعة الدخل المحدود. أنا بيك فهمت؟ بيك بيك. هلا شو أنا دافع من جيبتي؟ مين في جوا؟ ما في حدا. مدام فردوس راح تقلع درسها. وينك؟ أنا فايت أعمل قهوة لحالي طالما ما في حدا. ما بيصير أنت بيك أنا بعمل لك إياها. هلا إجتك الأمي؟ أنا فايت أعمل لحالي. لا أنا بدي أعمل له. خلص قلت لك أنا يعني أنا. أنا بعمل لحالي.
لك اولك عمرهم اثنين، انا بحبها حلوه كثير. ما شاء الله ما شاء الله، والله الفردوس مو بخلاني على حاله، انتو كانه سوبر ماركت. والله يوم جميل، نفسي على الطبخ طيب. بيت بلا رجال بخوف، له وحشة. يعني ضروري كنت تطلعي له خلاقه لفراج؟ كانت باطلة ومحولة يوم اللي حسبناه رجال علينا. ليش شبه؟ شبه فراج؟ رجال ولا مو رجال؟ اسكتي خرسي، لو كان جميل مثل البشر والعالم ما كنا احتجنا لفراج. بس شو بدي احكي؟ جميل ناتقلب وسينا مثل علاقة المفاتيح وراقد فيها من بلد لبلد. لك كم مرة قلت لك وقت بتطالعي غرا رجعي لمكانه؟ مو أنا. ماما أنا راح أنام، بدك شي؟ لا سلامتك، لك كوثر تعتي لقلي. شوفي، إذا سمعتي شي أو حسيتي بشي حركشة صرخي، وأنا كمان إذا سمعت شي أو حسيت بحركشة بحط أصابعي بدني بقولوا لاي، بتفيقي دغري. ماما الله يخليكي لا زعفلينا، هلا بصير بشوف أشكال وألوان قبل ما أنام. زعفلينا؟ لك روحي روحي، تعودتلي على مفردات فراغ، اضربي أنتي وياه. لك روحي دبقتني، لك روحي لا تخافي روحي. صباحي على خير ماما. صباحي على خير ماما. بدي نام عنك. يا شب ومعرزين شكرا Thank you.
مشان ما حدا يشوفني. بدي اتسكر الباب. سكرته. مثل البق لا بتنام ولا بتخلي حدا ينام. عندها بالغرفة كمان سلالي. كوثر 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 فرج، شو جابك هلا؟ بغلط بتاعي بدي اخطفك. لك شو تخطفني يا مجنون؟ مو انا مرتك يعني؟ هيك احسن، بلي عند امك احسن، بلي شوفك بالسرقة احسن. خلص حبيبي، بكره بنحل الموضوع. اذا ما هلا جيتي بحكي بدي اطلبك على بيت الطعام. عم بشرب مي امي. شنطايتي وينها؟ انا شنطايتي؟ كنت حاطط هون شنطايتي. فيها شيء مهم؟ ما فيها شيء، فيها كيلوين شنجليش بس. يلا جاي جاي. بكره بدور لك عليها على ضمتك. روح هلا بتطلع امي. فرج بكره بتيجي بتفطر هون. ايه؟ لا ما بدي اجي افطر هون، حردان انا، اخذ موقف. معلش تعا انت بكره وانا براضيك على امي. يلا جاي جاي. عمري شفت ليش والبزر يهلكنا. وينه ابو فايز؟ ها ابو فايز مسافر، صار له فتره برات البلد. مين معه مفتاح الباب الخارجي؟ الكل. ليش؟ يلي فات معه مفتاح ما في اثار خلع على الباب، بتشكوا بحدا؟ ابو كيروز. انا هذا مفتاحي مالي. اجدبها لقلك اجدبها، بتكون سحب عنه شي 20 نسخه. ما بدها شطاره. سيدي نظراته بتدل على انه حرامي، هيئته وقفته صباطه خرطوش مرضو. يا جماعه انا انسان شريف. لا تتسرعوا على كل، هلا بتروح معنا على المخفر بناخذ افادتك، واذا كنت بريء ما في داعي تخاف ابدا. الله وكيلكم بريء. اذا كنت بريء لكن ليش ركبك مو حاملينك؟ يا جماعه انا بريء. لك نحن اللي منحدد اذا كنت بريء ولا لا، حاجه تنوح مثل النسوان بقى. امسك جروا على البوكس لشوف. خلصت يا صرم. روح لا يا فاتو الطحين. لا هدول ما بيتأمل لحدا منهم، بيكونوا مقروصين. مفكرين اختارينا هيك على غفلة؟ ما بيعرفوا انه الواحد منا ما جمع الثروة الا بعد ما شبع بدلي. اي طبعا، مفكرين المصاري نزلت عليكم بقفة من السقف. اصلا انا من الاول لازم اكشفوا على حقيقته. ليش عمل شي شغلة قبل هالمرة؟ شغلات ما بلحق اطلع ساعة الا بيكون نظف لي اياه للبراد. ايه بس يا فردوس، يعني هي شغلة الاكل
مو مشكلة، مو سرقة. يعني بجوز يكون جوعان، بجوز هفت نفسه على شغلة. يعني دناوة نفس. ألو، أهلين سيدي. يعني نحن ما افترينا عليه. شو هالحكي؟ معناتها ما استفدنا شيء. إن شاء الله يعترف سيدي. ماشي، عم نعذبكم معنا سيدي. هذا أبو شكيب عم بيقول أبو كيروز اعترف. لكن عن إيش كنتي عم تقولي إن شاء الله يعترف؟ هو اعترف بالسرقة بس ما عم يعترف وين مخبي المصاري. إلهي وسيدي مولاي ينزلوا زهرمان بخاري هالكم قرص كبة اللي سرقتهم بمعدتك، لأن أنا لسه ما عدلتهم. مدام جبتي سيرة الكبة بالتحقيق؟ من شان تصير مسخرة يعني؟ حدا بيرفع دعوة من شان سرقة كم قرص كبة؟ لا شنجليشاتك مبارح بعد ما رحت لقيتهم. شوف رام شو بلايك رجعت. جاي شوف حرمتي ولا ممنوع؟ لا مو ممنوع. أنا ماشي. بدك شي كوسر؟ أنا ماشي. رح أمشي. وين ماشي يا عود؟ يعني غيرتي رأيك؟ بشو؟ نسيتي مبارح لما قلعتيني؟ أنا ما قلعتك، قلت لك يا روح يا نقلع خيرتك. وهلأ؟ وهلأ برضو يا روح يا نقلع نشف الدمي. خلصونا بقى فراج، يا روح يا نقلعها. جكارة فيكم أنتو تنتين. رح أقعب. الله يسامحك يا جميل، خليت كل من هبة ودبة يتحكم فينا. ولا يهمك مرت عمي، في وراك رجال، أنا هون. شايفتك من قلة رجال صار الديك عنتك. هلأ جميل رجال وأنا مو رجال. أنا عم أقول من قلة رجال مو من قلة الدبب. منزل يا ابن عمي. روزان نعم ماما. تعالي شو بدك؟ هاي الشنطة لمين وشو جابها لهم؟ هاي لفرج فيها شنجليش. شي هيك روحي كبيني يا عمر بريحته. طالع ريحة البراد شنجليش. وري ماما تعي شوفي هالشوفه. لعمة شو ها؟ ما بعرف. امتى جاب الشنطة فرج؟ امبارح بالليل. ليش اجا امبارح بالليل؟ ايه اجا. معناتها مبينة. شو هي اللي مبينة؟ يبعت لي همة تهمنا ابو كيرو الظلم. ليش مو هو الحرامي؟ لك تعلم المصاري بشنتاي الفرع. شو دخلوا ابو كيرو؟ ايه بس ابو كيرو اعترف. مو مشكلة، ابو شكيب بينطقوا للحجر. ما بصدق ما بصدق، فرج ما بيسرق. قومي تروحي قتل. يا ما تحت السواهي دواهي. العمى هذا المبلغ قد اللي مسروق على مرتين، يخرب بيته. وبلكي المصاري لفرج؟ يعني ضروري يكونوا نفس اللي سرقوا؟ ولك هاي هي الرزمة اللي أنا كاتبة عليها اسم التاجر اللي كنتي ابعت له إياها السيد جلموت. ماما إن شاء الله بدك تخبري الشرطة. لا ما بدي خبر الشرطة، مو ناقصنا فضايح. بعدين المربح مو معنا إذا خبرنا الشرطة. نحن سرقنا 200,000 هدول بيطلعوا أكثر من 600,000. إذا خبرنا الشرطة بيعطونا 200,000 بياخذوا الباقي. وأبو كيروز ماما؟ معناتها متفق هو وفرج. ما بصدق ما بصدق فرج. بعد عمنا وعك تجيلي سيرة قدام فرج. بس أنا قلت له امبارح إني لقيت الشنطاي. رجعي لي لضاعوا. ماما
انتبه، ليش عم تطلعي فيه هيك؟ ما عم طلع. الناس بتقول نعيما. نعيما. نعيما حال؟ ابن عمي. ايوه ينعم عليكي بنت عمي. تعي 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 تعي. تعي نتفرج على هالفيلم، في فيلم حلو كثير هلا بدهم يعرضوه. أنا هذا الفيلم شايفه بسينما غازي 5 مرات متواصلة، عدي. هذا الفيلم قصته حلوة كثير، عن واحد اتهموه بالسرقة وهو مو سارق. واعترف؟ شلون بده يعترف لك جذبة إذا مو هو السارق؟ فراج؟ أنا بشك إنه أبو كيروز بريء. ها؟ أنا متأكد إنه أبو كيروز بريء. وشلون أنت متأكد؟ حدسي، حدسي هيك قال لي، هلا خلصينا بقى، خلينا نشوف الفيلم. معناها هو الحرامي. فراج؟ أنت بتحب الشنجليش؟ صحيح ذكرتيني، أوعى، أوعى حدا يفتح الشنتاي ها، الشنجليشات اللي فيها مو لإلي. قلت لي مو إلك، لكن لمين؟ هدول جماعة من عندنا من الضيعة، بعتينهم لابنهم بالجامعة. فراج، الشنتاي ضاعت. ها؟ شلون ضاعت؟ مو على بنا لقيتيها؟ هي لقيتها أنا لحالها ورجعت ضاعت لحالها. شلون يعني لقيتيها لحالها ورجعت ضاعت لحالها؟ ما عم بفهم عليكي، فضيحة، فضيحة. كل هيك الشغلة مهمة؟ طبيعي مهمة، هلا أهله بيفكروني إنه أنا آكله إياهو. إيش هو هالشغلة؟ أنت أصلاً ما بتحب الشنجليش، وإذا كثير همك الموضوع، اشتري له غيرهم. ما بيمشي الحال، شنجليشات أمه هدول، شنجليش السوق مغشوش. هو شو راح يعرفوا إنهم هدول من السوق؟ شو راح يعرفوا؟ هاد خبير شنجليش، مدمن شنجليش. بيميز شنكليشات امه من بين 200 قرض شنكليش. دبر حجاج لقلك، دبر. ها قلت شي؟ لا ما قلت شي. تلقي ابو شقي، بالله لا يوفقك يا ابو شقي. اي اي ابوكي يا الفلا ابوكي. وين عطينا المفتاح؟ اما ما احلى يكون باع مره ثانيه هذا المفتاح. وين ذهب القماشه اللي زادت؟ اتركي لي اياها بحتاجها. ايه مع السلامه. محروس. هذا انت ابو كيرو؟ ايه شو مالك متوقع ان اكون انا؟ يعني انت هربت من الحبس؟ لا ست الكل، انا طلعت براءة. ايه الف مبروك. شو ببالي ضايع المفتاح؟ اللي عم يعملوا لي فلقة كان على قلب كبكي بنطلون امهر. ظلمتك انا ابو كيرو. مالك خلص بقى فكها. ما بدي فكها. خرطوش فردان. ابوك الخرطوش. ما بدي. بس صباطة بعد الفلقة ده علي الصباط. ليش حطوك عم ساعة الري؟ صباح الخير. شايفك اجيتني هون بدل ما تروح على البيت. بدي اعرف ليش اتهموني. لك ايه واضحه، كل انسان ممكن يظن رغم انه بعض الظن اسم. بس يلي ما عم افهمه شلون بتعترف؟ لك ايه بعمري ما شفت واحد يعترف بجريمه مو عامله. انا خليت شغله ما عرفت انك فيها، وكل ما اعرف لك لي كذاب. يعني اذا قلت لك كذاب بتقوم بتعترف؟ ليش انت كنت تقول لي اياها حاف؟ حتى ولو كنت لازم تصر على موقفك. لك ايه انا مهنتي الشك، اذا كل واحد بده يحلفني وصدقه إيه كانوا كل المجرمين بيطلعوا براءة. وبعدين ابو كيروز انت اصلا لحلفانك اللي ماله داعي ها خليتني شك فيك. سيدي شو رايك بفنجان قهوة مشان انا افهم القصة على رواق؟ تعا ابو كيروز. من؟ ايه تعا. القصة يا أم جميل إنه الحرامي الحقيقي بيان، وأنا جاي لعندكم مشان هالخصوص. أنا كنت عرفانة سيدي ومتوقعة إنكم أنتوا رح تتعرفوا عليه. يعني كنت تتوقعي إنه مو أبو كيروز الحرامي؟ سيدي من امبارح بالليل وأنا عم أشك بالموضوع. هلأ المهم الحرامي ما عم يعترف بالمصاري. وإمتى لحقتوا تحققوا معه؟ فورا بس القينا عليه القبض بالجرم المشهور. ليش كمشتو؟ لك شو صرنا عم نحكي من ساعه؟ طبعا كمشنا بس ما عم يعترف بالمصاري. بركي ما كان هو اللص. لك اعترف بالسرقه بس ما عم يعترف بسرقه المصاري. لك حكالي قصه ما بتدخل بضبانات العقل. قال عبى المصاري هون بالشنطه واخذهن على البيت، وقت فتحها بالبيت شافها معبايه شنكليش. شنكليش ساتي فراج. مرحبا بشكي. شو جابك؟ شو فوتك؟ بلا حكي فاضي.
حكي فاضي. بدي اعرف شو التفاصيل. تعال شوف. تعال بدي اعرف شو قصه الشنكليش. احترامي سيدي. ما لهم قصه، ما لهم قصه. هذول يا سيدي بعتهم ام رشيد. مين ام رشيد؟ حرمه من عندنا من الضيعه، بعتهم لابنها الصغير سلوم سليم. شو بيشتغل؟ طالب بالجامعه. وين ساكن؟ بالمساكن. مين وصل لك اياهم؟ مالك. مالك مين؟ مالك راضي. مين مالك راضي؟ شوفير الميكرو. شوفير الميكرو. شو جاب الشنكليشات لهون؟ هاد يا سيدي، انا يوم اللي صارت السرقه انا كنت جاي زياره لهون. اوف، زياره، زياره لهون. ليش حضرته مو ساكن هون؟ بلا سيدي ساكن هون، بس كان في بيناتنا خلاف بوجهات النظر. شايف؟ شايف. بس حول ايش؟ خلاص، مو ضروري نحكي اللي صار بيناتنا قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى، قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى. سيدي ابو شكيب خلاص بقى. ما بصير يا ام جميل، انا لازم اعرف كل حيثيات الجريمه، لانه كل تفصيل صغير ممكن يدلنا على الحقيقه. إيه نحن ما صدقنا امتى تصالحنا، بدك يانا نرجع نختلف؟ خلاص انا مسامحته للحرامي. ما بصير. شو مسامحتي ما مسامحتي؟ الشمتة اللي فيها المصاري تحتوي على مسروقات جماعة الحرامي من عدة محلات. ليش ما عنده غير هالشمتة؟ لأنه بنفس الليلة سرق عدة محلات تجارية، يعني حرامي جملة، ما حرامي فراء. شو قلت لي عنوانها لهيدي ام رشيد وابنها وهذا شوفير الميكرو؟ مشانشو، مشانشو ابو شكيب. بدي اعرف التفاصيل، بدي خليهم ياخذوا افادتهم. جيبي لي ورقه وقلم لشوف، وعود هني واكتب لي العناوين لشوف. يلا اتحرك. بس ابو شكيب يستر على عرضك، لا تجيبوا سيرتي بالتحقيقها. من ايش خايف؟ يعني بصيروا كلهم بالضيعه بعدين يفكروني فساد. اكتب وبلا لعي، اكتب لي لشوف. مالك راضي. وهلا مشان شو بدنا نعمل؟ انت ارجع على شغلك، لا بقى تعيدها. شو هي ما بقى تعيدها؟ ليش انا شو عملت؟ لك مو انت اعترفت؟ ايه؟ لأن الرمى أهون من العمى، بس أنا ما سرقت. لا دخانة بلانا. ما ببل، ما ببل، أنا بدي رد اعتبار. مظبوط، أنا رديت له اعتباره وصعيته فنجان قهوة كمان. عبد المنعم عمايري وهمام الزعيم، هدول اللي بتذكروا. وأنا رح أصقيك أحلى فنجان قهوة. لا ابدا ابدا، فنجان قهوه ما بيمشي الحال ابدا. لك شو بدك مصاري؟ بدي ترفعوني. حطك مدير شركه؟ لا انا مالي طميع، بدي تغيروا لي منصبي من عازل لرئيس قسم الخدم. روح عينتك رئيس قسم الخدم. ما بقبل هيك، بدي اياه بقرار منضي منك ومختوم، وبدي شهد عليه ابو شكيب ويكون معي نسخه منه. غيره؟ تتري سوي لي فنجان قهوه. تتقطع. ابوك يا العزمه احلام. ايوه ايه 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 ايوه. شو مشواري يا عمي؟ شو انبسط مالك فيك؟ كنا مشتكي معك، كله قضيناه على ظهر الجحش وعنفص علينا. ايوه ايوه ايوه. عبد الكريم ايوه. مرت عني ايام زمان. شو انبسطنا فيها؟ امي شلون غنية عجبتك؟ جميلة جميل، بس انت عم تغني عن البيضة وبسينا سودا، يعني مو سودا سودا، حنطية.
محنطة. لا تاخذيني مسينة محنطة انت. خذي راحتك مرت عمي. بعدين وين عم تقلي طول الحورة؟ مسينة طول الحورة طول الفجلة. لا تاخذيني مسينة طول العقب انت. ماما كوسار تركيها تحكي حكياتها حلوين مرت عمي. احكي مرت عمي انت بتحكي ونحن بنضحك. سخرت اللي خلفك لاني انا. لا هو لو مرت عمي نحن من بعدك. لا من قبلي ولا من بعدي. مرت عمي زعلتي مني؟ لا تزعلي انا عم بمزح. لا زعلت منك ولا منه. خلاص تبقتيني تركيني. لك حاجة نكرزتني. قالوا لي يا فرج اوعى تطلع على الضيعة. ليش فرج ليه؟ لأنه أبو شكيب يخرب بيته سوالي فضيحة. هلا إذا الشرطة حققت مع حدا يعني فضيحة؟ إيه مو تاركين شب الضيعة مو كامشين وكامشين 20 شب مثل الفلة من الضيعة. أوف ليش شو عاملين؟ مش تاركين بسرقة أسئلة البكالوريا اللي صارت السنة الماضية. وأنت شو دخلك؟ شو دخلني؟ منين استهدى علي أبو شكيب؟ غير من ورا راس الشنكليشات تبع ام رشيد. كله كله من ورا راسي انا كتبتهم اسم اسم. هو علينا لك عاجع الغاز. فهمنا شو القصه. راح ابو شكيب لعند ام رشيد واخذ عينه من الشنكليشات تبعها وعملوا لها تحليل بالمخبر الجنائي. لك ايه واللعيه فهمنا شو صار. طلعت العينه مطابقه لنفس الشنكليشات اللي كانوا عم ياكلوا منهم هدول اللي سرقوا الاسئله. وشو عرفن شو كانوا عم ياكلوا هدول اللي سرقوا الاسئله؟ لانه سليم ابن الام رشيد وهو رايح يسرق الاسئله اخذ معه صندويشه شنقليش زواده مثل رايح على الفلاحه. يخرب بيته لك كل الابن وبعدين روح يسرق الاسئله الا ما تاخذ معك صندويشه شنقليش. وانت شو دخلك؟ شو دخلني؟ لسه بتسال شو دخلني؟ لانه ابو شكيب كل ما حقق مع واحد يقول له اخذنا عنوانك من فرج. يلا احترامي سيدي. صباح الخير. يا سيد فرج ممكن تعطيني اوصاف الشنطه اللي كان فيها الشنكليش؟ اسف ما بقدر بعطيك. بتعرف شو عقوبه اللي بخبي حقائق عن القانون؟ ان شاء الله يكون مؤبد. لو بتعلق مشنقتي ما رح بحكي. هلا محرزه مشان شنطه قل له على شكلها وخلصنا. حكينا عن الشنكليشات ندك 20 واحد بالحبس. هلا اذا بحكي له عن الشنطه ابصر شو رح يصير. لك شو شايفني عم اتبلاها؟ بعدين انت مستقل الجريمه اللي عملوها؟ جريمه؟ انو جريمه يا رجل؟ انو جريمه؟ سرقوا الاسئله وسقطوا بالفحص، مرق لهم اياها ابو شكيب، الا يعني تساويني فساد بالبلد. بالقانون ما في تمرير، الشغله كانت مقيده ضد مجهول، طلع وراها 20 واحد. اخي احبسني معلش انا مسامحك، بس ما راح قر على ولا واحد. لك لون الشنطه، عم غنجك انا؟ فراج فراج. قلو هذا بيبدا بالقدم بينكهبل. اوعى كل شيء الا لون الشنطه خضراء. ابو كيروس رئيس الخدم. تعال تعال تعال. ما قلت لك بيبدا بالقدم؟ ما صدقتني. هلا صدقتك. شو قلت لي لون الشنطه؟ ما سمعت. خضراء خضراء. ايه بس الشنطه تبع اللص لونها زرقاء. دوروا لي علي هون لشوف. يلا هون. ليش هون ابو شكي؟ لانه مخربط اخذ الخضره بدل الزرقاء. الدنيا كانت عتمه. بركي كان عم يكذب. لا ما عم يكذب. لو كان عندي شك 1% ما كنت اجيت. انا متاكد انه هون. سيدي لو كانت الشنطه هون كنا لقيناها. وين بدها تروح؟ سيدي كاني انا لمحت شنطه يا زرقاء تحت الغاز وقت كنت عم بغلي قهوه على بكره. العمى تشبه شنتاي ابو مرعي. لك مين ابو مرعي؟ الرجال على حفة قبره عمره 90 سنة. لا تقلي بدك عنوانه. طبعا ممكن يكون رئيس العصابة. هاتي له ورقة وقلم لحتى يكتب الأسماء اللي بيعرفها ابو مرعي. حاضر سيدي. تعال.